السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية بالدارجة المغربية. الدرس السابق كنا شفنا فيه لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، في هذا الدرس غادي نشوفوا ان شاء الله لي زادجيكتيف بوسيسيف اللي هما كنقصدوا بهم صفات الملكية. هنايا فاش كنقول صفات الملكية، كنقولوا مثلا في صفات الملكية عندنا ما، عندنا الطا، عندنا الص. قبلها في المذكر مون طون صون، تي قبلها في الجمع مذكر ولا جمع المؤنث مي تي سي، وعندنا ما يسمى باش، عندنا نوتخ، عندنا فوتخ، عندنا لوغ اللي كي قبلها نطلع الحرف بلوريال ونزيد واحد لا كولوم كي قبلها نو فو لوغ. فاش كنقول لك ما، نمسحوها بالليلي، فاش كنقول لك ما بحال مثلا انت كنستعملها كلام ما دائما تتبعها اش انو، حيت هادو كلهم جاو الانو فيمينا سانجلي، هادو جاو الانو فيمينا انو باغو ماسكولين سانجلي، هادو جاو الانو féminin ou bien masculin pluriel. Hado djoul anno féminin ou bien masculin singulier. Hado djoul anno féminin ou bien masculin pluriel. Fash kangoulma etalen ما فام، كنقصد بها مثلا زوجتي. إذا قلنا مثلا تا فام، قصد بها زوجتك يعني مراتك تمغرنك بالشلحة. إذا قلنا سا فام يعني قلنا زوجتك، زوجته باغدو زوجته. دونك ما تا سا ما فام. غير واحد المسألة خصني يعني نستوعبوها، هو أن هاد ما كيتبع دائما أنو فيمينان سانغولي، يعني كنقولو ما فام مثلا، كنقولو ما في، كنقولو ما ميتريس، كنقولو ما غوم، ما ريغل، كنقولو ما فوازين، كنقولو مثلا ما كوليغ الى اخره. تا نفس الشيء، كنقولو تا فام، تا فوازين، تا في، تا كوليغ، تا ميتريس الى اخره. سا نفس الشيء، سا فام، سا فوازين، سا كوليغ الى اخره. بالنسبه للمون، مون دائما كيتبعوا هاد مون مع طون مع صون، كيتبعوا ان نون ماسكولين سينغولي، بحال كنقول مون ستيلو، طون ستيلو، صون ستيلو. كنقول مثلا مون غارسون، طون غارسون، صون غارسون. كنقول مون بروجي، طون بروجي، صون بروجي الى اخره. بالنسبه لمي،
كنستعملوها بوغانو فيمينا ولا ماسكولا بلوريال. بحال مثلا كنقولوا كنقبل نشوفوا نعطيو هاد الامثله ديال يعني باش نستوعبوا شويه. ممكن نقول بالنسبه للمو كنقول مو مثلا مون بير، كنقول طون بير، نقول سون بير. لو بير هو الاب، دونك كنقول مون بير كنعني بها ابي، طون بير كنعني بها ابوك او ابوكي، سون بير كنعني به ابوه. فوالا. بالنسبه لمي تي سي كنستعملها بوغ ان نون فيمينا ولا ماسكولان بلوريال. كما كان يكون مؤنث ولا يكون مذكر، المهم كيخصو يكون في الجمع كنستعملو معاه مي و تي و سي. بحال مثلا تنقولو كنقولو كمثال مثلا ميزافير اي ادواتي، كنقول مثلا مي دوفوار واجباتي، كنقول مثلا مي فواتور سياراتي الى اخره. نفس الطريقة ممكن نقولو مي زافير مثلا تي دوفوار مثلا سي فواتور الى اخره. دونك هنايا هذا بالنسبة لمي تي سي. صافي اجلس 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 هاني جاي. نقفوا هنا في الدرس، فانتظروني في تتمة في الدرس اللاحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.